السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض واحدة واحدة وبالراحة وخطوة خطوة رسم منظر طبيعي سواء هترسمه على حيطة كبيرة أو على لوحة صغيرة زي دي. طيب، أول حاجة هنعملها في المنظر اللي هنرسمه ده، بص أنا هستخدم قلم فلوماستر زي ده كده. أنت مش مضطر خالص إنك تستخدم قلم فلوماستر زي ده، ممكن تستخدم قلم رصاص، مفيش أي مشكلة. بسم الله، أول حاجة هنعملها هنعمل عمودين في اللوحة أو في الجنب اللي احنا هنشتغل عليه. ده أول جزء في العمود، تاني جزء هيكون في الشمال، مش هنرسمه مستقيم زي الجزء الأول ولكن هنرسمه ببعد. يعني ايه هنرسمه ببعد؟ يعني الخط اللي فوق والخط اللي تحت مش هيكونوا بالعرض زي الجزء الأولاني كده، لأ هيكونوا مايلين لنقطة منظور واحدة. الخط اللي فوق والخط اللي تحت للآخر هتلاقيهم متقابلوا في نقطة واحدة وهي نقطة المنظور، ونقطة المنظور عندنا في الرسمة دي هتكون في نص اللوحة أو في نص الجنب اللي انت هتشتغل عليه. هنرسم نفس العمود ده الجنب التاني بنفس المقاسات، بس خد بالك هنرسم الجزء البعدي في العمود ده في يمين العمود مش في الشمال. في العمود الأول اللي احنا رسمناه رسمنا الجزء البعدي من على الشمال، ولكن في العمود التاني هنرسمه من على اليمين. بعد كده بنعمل شكل الأعمدة دي من فوق بالشكل ده، وبرضو هنرسمها جزئين، جزء من غير بعد وجزء فيه بعد. وهترسم الجنب التاني نفس الشكل بالظبط. بعد كده هنرسم سور جنب الأعمدة دي بالطريقة دي. شايف المساحة دي؟ لازم تخلي بالك منها كويس. ليه بقولك خلي بالك منها كويس؟ علشان ما ينفعش تغلط وتعملها من تحت خالص او من فوق خالص. لو حافظت على المساحات دي الرسمة هيطلع شكلها مظبوط. ومن الجنب التاني هنرسم نفس الشكل من نفس المكان. بعد كده هنرسم سلم تحت الاعمدة دي، هنرسم كده زي 3-4 درجات سلم، وهنبدأ من تحت الاعمدة على طول. بنرسم السلم من فوق صغير شوية، وكل ما ننزل لتحت بنكبر الاحجام. بعد كده هنعمل طرابزين حديد، ولكن الأول هنعمل سور صغير على يمين وشمال السلم بالشكل ده. بعد ما بنرسم السور كده بنعمل الطرابزين. حاول تخلي الخط الرأسي ده قد الخط اللي هنعمله فوق. هنعمل نفس الكلام ده في الجنب التاني، وطبعا أثناء التلوين التخطيط ده هيكون أحسن من كده. آخر حاجة هنعملها في التخطيط هنعمل باب حديد صغير عند الأعمدة دي، وهنرسم البوابة دي كأنها مفتوحة شوية بالشكل ده.
وطبعا هنعمل شوية تفاصيل داخل البوابة دي. لازم تخلي بالك ان الضرفتين قد بعض بالنسبة للطول. كده انت خلصت خطوة التخطيط، ودي الخطوة الأهم. التلوين مفيش أسهل منه، هنبدأ في التلوين دلوقتي، والتلوين زي ما قلت لك سهل جدا، فتابع معايا الخطوات. طيب دلوقتي هنبدأ في التلوين، وبإذن الله مش هعمل خط كده في اللوحة غير لما أعرفك نوع الخامة اللي أنا استخدمتها والفرشة اللي أنا استخدمتها. دلوقتي تعالى نتعرف على الخامات اللي أنا هستخدمها في تلوين المنظر ده. طيب أول خامة هستخدمها هي بلاستيك لامع جيلاتكس 20000 زي ده. ده بلاستيك أساسي معايا في جميع الألوان اللي أنا هستخدمها. أي لون عايز أجيبه هجيبه عن طريق الجيلاتكس 20000 ده. ده بلاستيك مائي نص لامع، تمام؟ جيلاتكس 20000، تقدر تستخدم ال 25000 مفيش أي مشكلة. تاني خامة هستخدمها هي الورنيش المائي. ده بستخدمه علشان أعرف أجيب الألوان الغامقة زي الأسود. ما ينفعش أجيبه إلا عن طريق الورنيش المائي. بضيف المركز الأسود على كمية بسيطة من الورنيش المائي وأقدر أستخدم الأسود مفيش أي مشكلة، لكن ما ينفعش أستخدم الأسود من المركز على طول. بعد كده هستخدم مركزات التلوين دي. هستخدم لون أحمر، هستخدم لون بني، هستخدم برتقاني، هستخدم أصفر كناري، هستخدم الأزرق، هستخدم الأصفر الغامق، هستخدم الأسود. دي الخامات اللي أنا هستخدمها أثناء تلوين المنظر ده. ده كان بالنسبة للخامات اللي أنا هستخدمها في الرسمة دي. بالنسبة بقى للأدوات، فأنا هستخدم علبة مية زي دي. دي علبة فاضية فيها شوية مية، أساسي تكون معاك علبة مية زي دي. وهستخدم حتة قماشة علشان هستخدمها لما أجي أمسح فيها الفرش. وهستخدم طبعا أنواع الفرش دي. دي فرش للمنظر او للوحه الصغيره اللي احنا شغالين عليها دي، ولكن لو انت هتشتغل على جنب كبير او حاجه فهتحتاج فرش اكبر من دي شويه. ولكن اللي انا عايز اوضحه لك ان انت لازم تستخدم او لازم يكون معاك كذا مقاس من نوع الفرشه. يعني مثلا دي كبيره شويه، دي نفس الفرشه ولكن صغيره، تمام؟ نفس الفرشه ولكن حجمها صغير شويه. هستخدم الفرش اللي هي زاوية 45 دي للتحديد، عشان لما اجي احدد اي حاجة هحدد بالزاوية 45 دي. والفرشة المروحة دي بستخدمها في الاشجار شوية، استخدامها الاكتر بيكون في الاشجار. وطبعا دي فرشة كبيرة، حبيت اوريها لك عشان لو عندك مساحات كبيرة او حاجة هتستخدم فرش كبيرة زي دي. ودي باليتة الالوان اللي هندرب عليها او هنعمل عليها الالوان. طيب دلوقتي هنبدأ بالشجر، هنرسم الشجر الخلفي اللي ورا الاعمدة دي. وعشان ترسم الشجر لازم تجهز على البليتة كمية بسيطة من اللون الابيض كده، وهنحط برضو كمية من اللون الازرق وكمية من اللون الاصفر. ما تضيفش كميات كبيرة لو انت شغال على لوحة صغيرة زي دي. ممكن نحط سنة احمر زي كده. بعد كده علشان نجيب اللون الاخضر بناخد كمية من الابيض ونيجي على جنب هنا كده ونحط عليها كمية من الاصفر وكمية من الازرق بالشكل ده، هيطلع معانا اللون الاخضر. ممكن بقى نصفره شوية بكمية اصفر، لو حطينا عليه برضو كمية بسيطة من الاحمر هيكون كويس. الاحمر بيديك الدرجة الكموني، لما تعوز تعمل درجة كموني بتجيب اخضر وتحط عليه احمر، لكن انا عايزه اصفر شوية. وانا شغال بقى لو احتجت درجة فاتحة بجيب كمية من الابيض واجي على جنب واجيب الدرجة الفاتحة بالشكل ده، علشان هستخدم كذا درجة وانا شغال. احتجت ان انا اخليها صفرة شوية بجيب اصفر واحط عليها اصفر. احتجت ان انا اقفلها شوية او اخليها اخضر شوية بجيب ازرق واحط ازرق بالشكل ده. طيب مبدئيا كده اول حاجة تعملها هتيجي عند نص الباب، شايف الباب ده؟ هتيجي عند نصه، تنزل تحت شوية كمان وهتجيب الجزء ده باللون الاخضر الفاتح بالشكل ده، علشان دي الارض. تنزل لحد اول العمود هنا كده عند الدرجة بتاعت السلم دي. يستحسن يكون معاك القماشة اللي احنا قلنا عليها في البداية وعلبة المية، عشان هتستخدمها كتير لما تيجي تغير من لون للون. هتعوز تحط الفرشة في المية وتدعكها في حتة القماشة.
طيب بعد كده عندنا في الجزء ده في شجر بعيد، الشجر البعيد بيكون لونه بهتان شويه وبيكون لونه فاتح مش واضح، ما فيهوش تفاصيل. هنعمله ازاي؟ هنحاول نحط كميه اسود بسيطه على الباليتا، عليها ابيض عليها سدنه اخضر، هيدينا لون باهت نعمل بيه الشجر ده. شايف حركه الفرشه؟ ممكن كمان نفتح اللون ده اكتر من كده، نحط عليه ابيض بالشكل ده ونخليه افتح من كده. ممكن نغمق الدرجه شويه ونعمل مرحله تانيه من الشجر، كأن ده قريب شويه واللي ورا ده بعيد. لكن حاول من تحت تخليه فاتح كده. نبتدي نفنش بقى الجزء اللي تحت ده، نضيف فيه درجة فاتحة كده من النص ونزود الليموني شوية على الأطراف، الأصفر الكناري. طيب بعد كده هعمل لون بني علشان اعمل الاغصان بتاعت الشجر. اللون البني هعمله ازاي؟ هجيب كمية من الاخضر بالشكل ده واحط عليها كمية من الاحمر. انا عايز بقى اخليه غامق شوية، احط عليه كمية من الاسود علشان يكون بني غامق. باللون البني وهعمل شجرتين من هنا، شجرة من على اليمين وشجرة من على الشمال، هعمل الأغصان بلون بني غامق زي ما انت شايف كده. وهعمل شوية فروع صغيرة بالشكل ده. بعد كده بنحاول نعمل كمية كبيرة شوية من اللون الأخضر علشان هنلون الشجر الكبير. بنبدأ نحط الأخضر اللي احنا عملناه ده على الفروع دي، بس خد بالك ما بتملاش المساحة كلها، يعني بتحاول تسيب فراغات. تعمل برضو شجر من ورا السور كده. تعمل برضو شجر على الأرض بالشكل ده. بعد كده علشان نكمل شغل في الشجر هنحتاج فرشة زي دي، شايف الفرشة دي شعرها طويل وشعرها خشن، وهنحتاج كمان نعمل لون أخضر فاتح بالطريقة دي. الفرشة بقى هتوضيها في القماشة كده، مش هتخليها مليانة، وهتبتدي تعمل التأثيرات الفاتحة بتاعت الشجر. طبعا عندنا هنا الشمس من جهة اليمين، فالفاتح هيكون أكتر في اليمين.
طيب الخطوة اللي جاية بإذن الله هنستخدم جفت زي ده، سكينة زي دي، تمام؟ طبعا هنستخدم الحجم الصغير ده، وهنعمل لون بني. هنجيب كمية من البني هنا كده، تمام، وهنجيب كمية من الأبيض، وهنخلي الأبيض كتير، يعني هنعمل بني فاتح بالطريقة دي كده. مش مشكلة اللون يكون سايح كله في بعضه، ممكن تسيب فيه فاتح وغامق بالطريقة دي. واحنا قلنا عندنا هنا الشمس جاية من ناحية اليمين، فهنعمل الإضاءة في الأغصان بتاعت الشجر دي من جهة اليمين بالشكل ده. هتشتغل بشكل طولي بالشكل ده كده من جهة اليمين. وفي العكس برضو في الجنب التاني عند الظل هنحط لون اسود بنفس الطريقة كده. بفرشة رفيعة خالص زي دي كده، وهتحاول برضو تتأكد على الفروع اللي داخل الشجر دي. طبعا ممكن برضو نعملها بلون بني، ولكن الأغلب هيكون بلون أسود عشان دي داخل الشجر ففيها ظل جامد. الخطوة اللي بعد كده هنستخدم فيها فرشة زي دي، وهنستخدم اللون الرصاصي. هنجيب أبيض، وهنجيب كمية من الأسود، كمية بسيطة عشان مش عايزين رصاصي غامق، ونجيب كمية بسيطة من الأحمر، كمية من البني، هكذا نزود الأبيض والأسود شوية. هنبدأ في تلوين الجزء ده باللون الرصاصي اللي احنا عملناه ده. هنفتح الدرجة شوية باللون الأبيض، وهنجيب الجزء التاني ده. بعد كده هنقسم الأجزاء دي حجارة بالشكل ده بالألوان الفاتحة نفس الدرجات، ولكن هنحط لون أبيض نفتح الدرجات شوية، وهنقسم الجزء ده حجارة. ممكن كمان نضيف بعض الألوان زي اللون البني ونزود بالألوان الفاتحة. بنفس الالوان وبنفس الفرشه، وهتجيب العمودين دول، تمام. خد بالك، يعني ركز دايما ان الشمس جايه من ناحيه اليمين، فانت بتعمل اي حاجه جهه اليمين بفاتح، واي حاجه جنب التاني باللون الغامق. وبرضه باللون الأبيض، وهتحدد العمدان دي حجرة كبيرة. هنا بقى في الجزء الصغير ده الخط مش هيكون مستقيم كده، هيكون مايل لتحت كده. طبعا اللي فوق هيكون مايل لتحت، واللي تحت ده هيكون مايل لفوق. نفس الكلام الجنب التاني هنا.
في الفاتح هنا بقى مش هنحدد طبعا باللون الابيض لان هو اللون اصلا هنا ابيض، فهنحاول نجيب لون غامق شويه، نديله سنه بني ونعمل الخطوه دي هنا. برضه هتحاول تغير في الشكل وهتضيف لون بني، تضيف لون غامق شويه، تضيف لون فاتح شويه، تحاول تغير في الشكل. هتلون برضو الاجزاء اللي فوق دي بنفس الالوان وبنفس الفرشة، ولكن هنحط الفاتح فوق وهنحط الغامق تحت. طيب انا صورت المقطع بتاع الشجر ده، ولكن المقطع اللي انا صورته حصل فيه مشكله، ولكن كويس ان احنا اكتشفنا المشكله بدري. لسه ما عملناش حاجات كتير في الشجر ده، يا دوبك دي اول خطوه. هتجيب لون اخضر وهتحط عليه اسود عشان يبقى غامق كده، وهترسم هنا شجر. بنرسم شجره طويله الاول، تمام، شجره طويله اهو، وبعد كده بنملى الجزء اللي تحت ده باللون الاخضر من على اليمين ومن على الشمال، نفس القصه كده. طيب دلوقتي هنحط التفاصيل اللي هي باللون الفاتح. مش هنعمل فتح كتير في المنطقة دي، ولكن ركز الفاتح بيتحط ازاي. بنبدأ بالشجر الطويل ده، نجيب من فوق لتحت، تمام. قلنا ان الشمس عندي هنا من اليمين، فهبتدي احط الفاتح ناحية اليمين. مش معنى كده ان الشمال مفهوش فاتح، لا، ده بعمل بيه تفاصيل يعني. لا، ممكن اعمل هنا كده تفاصيل، مش مشكلة، ولكن اللون الفاتح اكتر باين من ناحية اليمين. الفرشة دي شعرها منعكش برضو، ولكن حجمها صغير. اي فرشة عايز تشتغل بيها في الشجر لازم تكون شعرها خشن او منعكش. هنزل تحت بقى شويه وابتدي ازود هنا تفاصيل كده بالفاتح اهو، بس زي ما قلت لك ما تزودش كتير. ممكن اجيب الفرشه الصغيره خالص دي وابتدي اعمل زي ورق شجر كده.
هبتدي ازود شوية اصفر على اللون عشان افتحه شوية، واجيب سنة ابيض عشان نفتح اللون اكتر ونعمل باقي التفاصيل. بعد كده بقى هنكمل رسم الجزء ده، طبعا هنشتغل بنفس الالوان اللي اشتغلنا بيها هنا. تمام،
ممكن بالفرشة الصغيرة اعمل هنا ورد باللون الاحمر في الجنب ده وفي الجنب ده، اجيب احمر على ابيض. بنفس الالوان دي وهنكمل الدرجة اللي هنا دي. بنفس الألوان اللي اشتغلنا بيها هنا هنعمل الأجزاء الطويلة دي. بعد كده بنفس الدرجة الفاتحة دي، درجة الأخضر دي، وهتجيب بيها الجزء اللي تحت ده. عشان تعمل الظل والنور في الجزء ده هتشتغل بنفس الأسلوب برضو، هتجيب درجة غامقة من الأخضر زي كده، وهتعمل برضو الأشكال بتاعت الظل اللي موجودة على الجزء اليمين ده. ركز معايا في الخطوة دي عشان دي تقريبا الخطوة الأخيرة، هنرسم فيها الباب الحديد اللي هنا والترابزين الحديد اللي هنا. أول حاجة عايزك تعملها، مش عايزك تشتغل بالمسطرة، لو اشتغلت بالظبط وجبت مسطرة وخططت الخطوط بالظبط الشكل مش هيطلع كويس. أيوه هترسم الرسمة كويس، ولكن عايزين المناظر الطبيعية يكون فيها عشوائية وتلقائية شوية، من غير مسطرة ومن غير أي حاجة. هشتغل بإيدي على طول وهبدأ بالباب من هنا. وهرسم التفاصيل بتاعته اللي احنا كنا عاملينها في البداية بالقلم الفلوماستر. لو مش واضحة معاك او لو الالوان دي غطيتها، حاول ترسمها تاني بالقلم الرصاص قبل ما تشتغل في الخطوة دي. نيجي هنا ونحاول نرسم شكل كده زي الزخارف اللي بتتعمل بتاعة الحديد دي. هنرسم الضرفة التانية بنفس الطريقة كده. والترابزين الحديد اللي هنا هتعمله بنفس الطريقة كده برضو. دلوقتي احنا عملناه باللون الغامق، بس هنحط بقى اللمسات الفاتحة باللون الابيض. تمام، هنحط طبعا من جهة اليمين عشان الشمس عندنا من اليمين.
حط من اليمين ومن فوق. لو انت عايز توقف المنظر لحد كده مفيش اي مشكله، كده يبقى المنظر خلص معاك. انما انا حابب اضيف هنا كده زهريتين او قصريتين ورد، فهعملهم دلوقتي باللون البني. هبدا باللون البني. طبعا رسمهم سهل زي ما انت شايف كده، بس ركز معايا في الطريقه. عملنا هنا قوس لتحت، هنا بقى هنعمل قوس لفوق بالشكل ده عشان نبين الزهرية دي او القصرية دي من الداخل. هنعمل لها برضو الظل والنور بتاعها، ولكن هنعمل الطينة اللي جوه الزهريات دي الاول بالشكل ده. زي ما تعودنا باللون الفاتح برضو هنجيب ابيض على اللون ده وهنبدأ نحط النور. وبرضو باللون الغامق هنضيف الظل، طبعا الظل بيكون من تحت الاول. طبعا بعمل ظل الزهرية دي هنا برضو على الحيط الفاتحة دي. جيب اللون الغامق بتاعها، ده كان رصاصي فهجيب رصاصي غامق. افتح اللون شوية عشان اجيب الظل بتاع الجزء اللي فوق، لان الجزء اللي فوق افتح من الجزء اللي تحت. ابتدي سنة ابيض، ابتدي اغمق الجزء اللي فوق ده. دلوقتي هنرسم الشجر، وعشان ترسم الشجر في مساحة صغيرة زي دي لازم تستخدم فرشة صغيرة زي دي. دي فرشة صغيرة ولكن شعرها ناشف ومنعكش. افتكر ان انا قلت لك لما تيجي تشتغل في شجر عشوائي اشتغل بفرشة لازم تكون شعرها ناشف ومنعكش زي دي كده، ولكن دي حجمها صغير عشان الحجم هنا والمساحة هنا صغيرة. هنجيب لون اخضر غامق، طبعا عرفنا بيتعمل ازاي، وهنبتدي نعمل الشجر في قلب الغامق ده طالع لفوق كده. وزي ما تعودنا بنحط الغامق وبعد كده بنحط الفاتح، بنضيف اصفر على ابيض وبنعمل اخضر فاتح وبنعمل التفاصيل الفاتحة. اخر حاجة هتعملها في الزهريات دي هتجيب الفرشة الصغيرة وباللون الاسود وهتحاول تعمل فروع صغيرة طالعة من تحت في قلب الورد ده او في قلب الشجر ده.